السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة هوروزينا. بهذا الفيديو إن شاء الله راح نبلش نحضر الأشياء اللي مطلوبة منا حتى ندخل حلقة الجاي، راح تكون حلقة الإثبات إن شاء الله. طبعا هو طالب مني إنه كم شغلة لازم نعملها حسب ما شفتنا بالفيديوهات، لازم في أسهم لازم نجمعها، وبعد ما نجمعها أو نجهز حوالنا لها، وفي ثلاث يعني أسهم نارية لازم نجمعها، وبعدين راح يطلب مني إنه قاتل سارتوث، المهم بعد ما نقاتل معه ونخلصه، وبعدين نروح اليوم الثاني رح ننتظر حتى نروح على الإثبات وبس. وهلا خلينا نبلش بالفيديو، ليست جو. يا الله شايفني. يا الله قتلني مرة ثانية. خلني أهرب. منيح ضيعني. نايس. يعني ممكن الهروب من هذول الآليين الأغبياء. يجب الابتعاد عن طريقها مؤقتا. اي والله. اوه مليان هون. وات ذا فوك. ما عم وين دخلنا المكان يا زلمة؟ مليان. المكان آمن للقاء. أعتقد أنه سينتظر. ها هو يبدو متوترا. أنا هذا شونك؟ أوه صاير شاب كبران. حسنا حسنا، منبوذة عند عتبتي، احميني أيتها الأم العظيمة. تفاجأت من رؤيتك لي وأنت تتلفت كما لو أنك تتفادى الأنظار. كن حذرا وإلا لويت عنقك. حضورك يزعجني دائما ايتها الفتاة بطريقة ما. حلوة. كيف عن التصرف بحماقة؟ غضبك اليوم بعد الاثبات ودخولك القبيلة ستتعاملين مع التجار في قلب الام. ربما لا احب فقدان العملاء. حلو. الذين لا يتعاملون مع المنبوذين. هذا صحيح، سوف تنتهي ايام الجريمة طالما ستبقين صامتة. صامتة. هل تخشى أن أخبر أحدا بمتاجرتك مع منبوذة؟ أعتقد أنك من النوع الصامت، لا أحد يدري. فلتكف عن القلق، السر في أمان معي. هذا ما توقعته، لكن لا مانع من سماعه. آخر مرة زرتك كان لديك قاذف صاعق للبيع، أما زال لديك؟ أجل، لكن عليك أن تجلبي عدسة سكرابر. ماذا أقول؟ الأسلحة الخاصة ليست رخيصة. سأدفع. أسقطت سكرابر منذ فترة، معي العدسة في حالة مثالية. سأقرر أنا. أرني. في شغلات ثانية. سقطت على قاذف صواعق، هل تدربت على استخدامه بمكان آخر؟ حياتي مثيرة كفاية دون فخاخ صاعقة لأقع فيها. حقا، الوحيد الذي أخبرته عن متاجرتنا هو راس. حسناً، لا يمكنه الإبلاغ عني حتى لو أراد هذا. روست رجل يتبع القوانين والواجب، كيف تتحملينه؟ ألا تعرف حقاً لماذا نبذوه؟ لقد قلت لك كلا، لا أحد يعرف ماذا فعل. لابد أنه أمر خطر فعقوبته مدى الحياة. هل ستكون موجوداً إن أردت مبادلة أخرى؟ سأكون هنا. أحضر القطع التي تحصدينها من الروبوتات التي تصطادينها. القطع الأفضل مقابل شاردات أكثر. والقي نظرة مقربة على مستودعي. من يدري، ربما لدي ما يمنحك نقطة تفوق في الإثبات. ربما هذا ينهي عملنا. حسنا، حظا سعيدا في الإثبات. لتبارك الأم العظيمة. تمام. وهلق بعد ما خلصنا تدريب قاذف الافخاخ بدنا نروح نتدرب على قاذف الافخاخ. هو بيقول لك بتبدا تجهيز القاذف. ما جهزنا نحن خالص. طيب تمام. هلا قبل ما نروح بده اجمع الشردات المعدنيه من الروبوتات. حلو. بعدين بدنا نروح نقتل الروبوتات صح. وهلا بنروح للوكيشن ثاني يوم نشوف الله ديسر علينا وش بده يصير. هلا هون اكيد في روبوتات لاني مثل قبل شوي مريت من جنب. اوه ها
هاي تتكسر معدنية. والله لما يشوفوني هذول الروبوتات فين يخبوهم؟ حلو، انا كان رايح، انا لازم اقتل ثلاثة. مشكلة اذا قتلت حدا راح يهربوا. يالله يالله يعني يا موت يا متت. مع انه مات كمان. شوف التعامل مع هدول الروبوتات شوي يعتبر من الصعب جدا جد صراحة. بس شلون بدي اتعامل معهم اللي عارفان يعني. حلو، هاي جبنا 5 كسرات معدنية تمام. والله في خنزير كمان يا عيني. هدوء هدوء. موت. لا بس ما يكون عارف وين مكاني. اني اهرب وبعدين ارجع اخذ الاغراض، هذا انفع شيء اسويه. غير هيك مستحيل. بلكي ينسوني وبرجع اسرق مرة ثانية، غير هيك مستحيل يعني. لانه والله شكلهم انهزموا يا معلم. بس في عنا واحد شطحناه فنقدر ناخذ منه ال شو اسمه. والله كان لازم الثاني مشطحه كمان. حلو، بس ما يكون هذا اجى علي. اجى 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 ترى. يلا امشي. الله موت يلا عن شرفك. حلو، حصلنا شغلات مهمة مثل ما تقول هي. بس الجدير بالذكر انا ما جمعت حاليا غير واحد وقود، فلازم نحتاج الاثنين كمان وقود يا عيني. وما ضل عندنا بطيخات. اذهب اذهب واصنع. اه في هون واحد. مين شطحه؟ انا شطحته. المشكلة بيعطيني شغلات وانا اجمع الوقود. بدي وقود، منين اجيب الوقود يا الله. والله شوفوا اصعب اشي باللعبة حاليا انك تتعامل مع الروبوتات جد. هلا هذا ما عنده وقود، الوقود عند هذوليك الكبار. اوف حلو، هاي صار 2 عندي. خبه خبه خبه. حلو، بقي علينا الان ناخذ واحد نغدره. اوف يا ده شايف. اجاني هذا. تعا تعا تعا. حلوه. اوف تعال اقول لك
بس هذاك ما يجيني. معلم اللي استنتجته خلال هالمعارك كلها اللي عم بقوم فيها، يعني انا سويت شيء انجاز عظيم حاليا. طب تمام، هلق لازم نصنع راس الحربة اللي طلبها مني. لو بدي صنع هاي، صنع بالاف، حلوة حلوة هي، صنعنا 10 وكان طالب مني 4 بس. تمام حلو، هلأ ايش لازم اسوي؟ عليك مقابلة روست عند البوابة الشمالية. تمام، هو طلب مني انه اسهم وانا امنت الاسهم، فهلا لازم نروح نشوفه لريست. وين الريست؟ ايوه حلوة، اخذت 3 لانه قتلته قبل ما طيرتها منه. نايس، جميل جدا، تعلمنا شغلة، مهارة جديدة. اصوات روبوتات. شلونك يا ريست يا معلم؟ تعال شغل لك النار بس هنا، احط لك شوية حطب. إيلوي انت هنا؟ اي شلونك معلم؟ ايش اخبارك؟ ان شاء الله منيح. نعم سويت لك 10 بدل 4. ستتعلمين الدرس في الوقت المناسب يا إيلوي، وحتى ذلك سننتظر. هناك بعض الوقت قبل الظلام، أنا سوف أرتاح. حسنا، لن يكون هناك وقت للنوم. أيها الأم الكبيرة التي طلبت الأسهم النارية حتى نقدر ندخل. فتحوا لنا البوابة. تمام، والآن ندخل إلى القلعة الثانية. أولوي تفتح البوابة للمنبوذين، بعض المجندين كن الشريفين قبل وصفهم واسمهم بلار واسمهم بلا. إنه قانون قبلي. لم أتحدث إلى أحد وعلينا الصمت لأننا خارج البوتقة. تلك هي البلاد الحقيقية تهديدات لم تواجه لها مثيلا. ذلك الجسم. حلو. ماذا كان هناك؟ تدعوه القبيلة ساوتوث، وهو شيء جديد. شيء. واو. محاربين. أجل. تاش ضاربينه أسهم تامنزينه. إيش أروح أمشي قدامك أنا؟ تابع الأثر. أثر مين؟ ماذا حل به؟ أي روبوت يفعل ذلك؟ أوه فهمت. جسد مراقب، سأجمع الأجزاء. وانو هذا ماشي وراي، ليش متخبي انت وراي؟ خلاص امشي قدامي. ايش المعارك لانك تصير هون؟ يا لطيف يا لطيف، شكله يا معلم في معارك هون كانت عم تجري. في منهم موجودين. ايوه لا 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 لا. وينو ريست؟ دي روح، مو خلينا نتحرك نحن كمان. شنجني. خلاص قطع الامل.
طبعا احنا عم نلوت لان التلويت امر مهم جدا تعرفوا انتو. واو كان حد بده يشوفني، كان حدا حيشوفني وبعدين اختفت العين. ايش في كوك كامل مدمر من الساوتوث، كم عددهم؟ لم احضر لاجيب عن اسئلتي يا إلوي، احضرتك للتعامل مع هذا. حلو، بعد في واحد لازم انا اقتله. حلو هذا. اوه مصيبة اشوات، هذا جحش متحرك، شايفين وين نقطة ضعفه؟ تحت بطنه. انه كبير، كيف نهزمه؟ ايوه كله لي. حلو، شوف هيك الفخ رح ينجح عجب. شوف انت شو محاط على ظهره ولا ايه يا لطيف. طبعا هو تسوي له الصعقة لازم انا افجر له الصندوق تبعه تبع النار. معذرة على افسادي متعتك. نعم رأتني. ما يضربك، تعال اقول لك، اقول لك ضربك كله ضرب لك شوي وتموت انت. اوف قتلته. جي جي نايس، ولوته كمان مو بس نقطة، ها واعطوني كمان شكرا لالي. نتفتو إيلوي. النجاة تتطلب. ايش قلت؟ كان اختبارا لضبط قدراتي امام الروبوتات الفاسدة. لا اتبعيني. شو؟ انا ما فهمت ايش الحديث. انتهيت بالنصر. ايش هذا وسه ولا شيء؟ تلك اراضي النورة للصيد. يجب حمايتها. إن لم تدمري سوتوث إيش يعني؟ كم محاربا كان سيموت أو يصاب غدا؟ الدرس يكمن في السؤال يا إيلوي. تدربت لسنوات للفوز بالإثبات، لكن لنفسك فقط. كشجاعة مهمتك القتال لأجل قبيلتك. ماذا قبيلتي؟ قلت لن أحتاجهم. لم أقل إن القبيلة لن تحتاجك. القوة للوقوف وحدك يا إيلوي هي القوة لاتخاذ موقف لخدمة هدف. الصوت يعني حلو. هذا هو الدرس الذي عليك تعلمه وتذكره.
بعد الإثبات. بالله عليك. وبعدما أموت. صارنا ساعتين عم أروح نجيب لك أغراض ونجي وبالأخير بتقلي إنه الشغلة كلها للأسباب. اتبعيني. خلاص أنفي أنت والأسباب. قال الأسباب قال. مر الفجر. هذا آخر يوم لك في البوتقة كمنبوذة. استغل الوقت في التركيز على التحدي الذي أمامك. حين ذهابك إلى قلب الأم سأكون في انتظارك على الطريق. حلو الكلام سليم. سأعود إلى الكوخ معك. لن أذهب هناك الآن، لدي خطط أخرى. أوف. حقا؟ مثل؟ سأنتظرك عندما يحين الوقت. أيوة. أفهم الدرس الأخير يا راست. حقا؟ لكن إن كنت سأناضل لشيء فسيكون شيئا أؤمن به. آمل أن تجديه يا إيلوي، آمل ذلك. سأراك في قلب الأم. ستفعلين. جرجروز معناته الإثبات رح نتركه جاري دخول بوابة رأس الحربة. اكتملت المهمين طبعا، انا رح خلص رؤوله في الحوقف هون وبس. بكل هون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو حطونا لايك، واذا ما عجبكم الفيديو حطونا ديسلايك حتى نعرف وناخد ارائكم. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم ان شاء الله بكرة بالاثبات، وبعد 4-5 ايام كمان نسوي حلقة الاثبات. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.